تنضم إلينا عبر الهاتف الناشطة الحقوقية الأستاذة داليا لطفي. أستاذة داليا، ما هي طبيعة الانتهاكات الحقوقية التي واجهتها المرأة المصرية خلال شهر أكتوبر المنصرم؟ طيب، احنا ابرز الانتهاكات اللي نعلمها حدثت ضد الناشطه امال فتحي على سبيل المثال، عندما ظهرت في فيديو على منصات التواصل الاجتماعي وتحدثت عن افتات مرتكبي التحرش الجنسي في مصر من العقاب، فتم اعتقالها تعسفيا، وفي شهر اكتوبر حصلت على حكم بالسجن لمده سنتين. هذه في قضيه، ووضع اسمها على قضيه اخرى، قضيه انضمام لجماعه محظوره. ده كان اول انتهاك. الاخر كان بحق طبعا الحادثه التي حدثت في يوم 1 نوفمبر في الساعات الاولى من الصباح او من الفجر، عندما تم اعتقال حوالي 31 شخص، من بينهم المحاميه دكتوره هدى عبد المنعم وابنه القيادي خيرت الشاطر، القيادي جماعه الاخوان عائشه خيرت الشاطر، ومعها مجموعه من الاشخاص. على الاقل من هؤلاء الاشخاص هناك اربع نشطاء حقوقيين وحوالي ثلاثه محامين. نعم. من بينهم الدكتوره هدى، وقد راينا تتحدث ذاتها عن سوء معاملتها من اجبارها على ركبتيها اثناء تفتيشهم الى البيت، الى حد ايضا وضع غمامه. طيب استاذه داليا، على عينها، ورفضهم انها تحصل على علاجها، انها تاخذ علاجها معاها، وطبعا نعم، رفضهم الاصفاح عن الجهه التي ستؤخذ اليها. اذا بشكل اجمالي تتعرض المراه المصريه لا سيما في شهر اكتوبر لانتهاكات عديده. ما هو تفسيرك لتواجد المراه في جميع الانتهاكات المرصوده وتزايد أعداد السيدات بحسب ما جاء في تقرير منظمة السلام الدولية؟ والله، هي المرأة دائما هي الجزء التي ينظر إليها للأسف أن هي الجزء الضعيف في المجتمع. يعني المرأة شاركت في ثورة 25 يناير بشكل ملحوظ جدا، وده طبعا حقها أنها تشارك في الحياة السياسية، وللأسف لأن والحكومات العربية ومنها الحكومة المصرية لا تنظر للمرأة أنها شريكة في المجتمع ومن حقها المشاركة في الحياة السياسية، لكن تنظر إليها أنها دائما تستطيع أن تكسرها عن طريق إهانتها، عن طريق انتهاكها جسديا ونفسيا، وصفها بأبشع الألفاظ. رأينا الألفاظ التي يعني تنعت بها أو نعتت بها اللي شاركوا في المظاهرات بعد أحداث 3/7 على التلفزيونات المصرية، ورأينا أيضا الألفاظ التي نعتت بها أمل فتحي عندما اعترضت على الإفلات من العقاب أو ظاهرة التحرش الجنسي في مصر. يعني ألفاظ كلها تمييزية ضد المرأة، ليست ألفاظ عادية لكنها تمييزية. ورأينا كيف يتم التعامل مع المرأة وانتهاكها، انتهاك جسدها لمحاولة إسكاتها أو لمحاولة منعها عن المشاركة في الحياة السياسية. فسبب استهداف المرأة لأن ينظر إليها إن هي الجزء الضعيف، يعني اللي بيستطيع الاستقواء عليه يعني. فهذا هو السبب. طبعا أغلب الكثير من المعارضين للنظام الحالي أغلبهم في السجون من الرجال، فلم يتبقى إلا النساء الذين يقومون بالأنشطة في المجال الحقوقي، لذلك تم استهدافهم لمنع أي صوت يتكلم عن انتهاكات. نعم أستاذة داليا، لاحظنا أيضا أن الداخلية تعمدت إخفاء وجوه وأسماء الضحايا في قضايا مختلفة ولا سيما المرأة من بينهم، كيف صعب ذلك من مهمة المنظمات الحقوقية؟ يعني لم أفهم السؤال، إخفاء الوجوه؟ الداخلية نعم، أخفت أسماء وأخفت وجوه، كانت تتحدث أن هناك مغتالين، أن هناك مختفين قسريا، تم القبض على مجموعة من السيدات أو الفتيات، تذكر أشهرهن مثل مثلا الناشطة هدى عبد المنعم ولا تذكر الأخريات، كيف صعب ذلك من مهمتكم
في المنظمات الحقوقية من توثيق هذه الانتهاكات والقضايا؟ لا يوجد صعوبة في توثيق هذه الانتهاكات إذا تعاونت الأهالي داخل مصر، يعني سواء الحكومة أخفت الوجوه أم لم تخفي الوجوه، إذا تواصلت الأهالي مع المنظمات الحقوقية وأعطت كل المعلومات لن يوجد صعوبة في التعامل مع الحالات، لأن احنا نأخذ الحالات من الأهالي ونتواصل بها مع الجهات الدولية والإقليمية، وهذا ما حدث في حالة الدكتورة هدى عبد المنعم وفي حالة الناشطات الأخريات التي يعني قامت أهاليهن بالتواصل معنا بخصوص رفع شكوى لهم. أما إذا كنت بتتكلم على بالنسبة للرجال، بالنسبة للذين يتم إخفاء وجوههم أثناء القبض عليهم، نعم أتحدث عن 22 حالة تم قتلهم خارج إطار القانون وثقوا فقط بحسب منظمة السلام الدولية في شهر أكتوبر. نعم إذا كنت تتكلم عن القضية فبلا شك ده يحدث صعوبة في التعرف على من هؤلاء الأشخاص، والداخلية فطنت إلى أنه في كل مرة كان الوجوه بتكون واضحة في الصور بنكتشف أن هؤلاء الأشخاص كانوا مختفين قسريا، على الأقل في 9 حالات تم اكتشاف أنهم كانوا مختفين قسريا قبل تصفيتهم، تعرفنا عليهم من خلال وجوههم، فتعلمت الآن الداخلية أنها تخفي الوجوه حتى لا يستطيع التعرف عليهم. نعم شكرا جزيلا. وتوثيق حالات القتل خارج إطار القانون، وللأسف أن الحكومة لا تعطي رواية ذات مصداقية، لا يوجد شفافية في التحقيقات، لا تنشر تحقيقات، لا نعرف ما إذا كان هؤلاء إرهابيون بالفعل أم هؤلاء معتقلين سياسيين يتم تصفيتهم، ومع ذلك حتى لو كانوا إرهابيين فمن حقهم المثول أمام محاكمة عادلة وليس التصفية. النشطة الحقوقية الأستاذة داليا لطفي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.